بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضراتكم، مساء السعادة، مساء الهبة. الأربع الساعة 10 ابعدنا الأسبوعي، لقاء الأصدقاء، لقاء الأحبة، لقاء من القلب للقلب. ربنا يسعد ليلتكم يا رب، دايما نتقابل على خير. النهاردة هنتكلم في حلقة للكبار فقط، هنتكلم في حلقة للكبار فقط. ليه للكبار فقط؟ عشان اتكلم براحتي شوية، بكل الأدب وكل الاحترام وكل الأخلاق وكل الشيء جميل اللي متبادل ما بيننا. مدام يا أهلا بيكي دايما في موعد ومنوراني. خلينا نقول هنتكلم طبعا. احنا كنا الأسبوع اللي فات اتكلمنا على المسرحية المصيبة اللي هي بتاعة المومس الفاضلة، كنا يمكن أوائل الناس اللي اتكلموا في الموضوع ده. بعد كده طلع شرفاء الوطن كتير، الموضوع اتصعد في مجلس النواب، اتصعد في مجلس الشيوخ، هناك شرفاء كتير اتكلموا عن الموضوع، وده بيطمن القلب وبيطمن الفؤاد. أستاذ عبد الرحيم صديقي من ليبيا، أهلا بيك، منورني دايما دايما في الموعد، موجود ودايما بستناك. هنتكلم النهاردة عن الممثلة الفاضلة، وهنتكلم على الإعلامية الفاضلة، وهنتكلم على الإعلامي الفاضل ابن الفاضلة، وهنتكلم عن خدعة فن الزمن الجميل. النجمة عبير عبد الله، أهلا بيك، منورانا. هنتكلم على خدعة فن الزمن الجميل، وهنقول لا يلدغ المؤمن جحر المرتين، وهننشر إيجابيات كعادتنا. قامت الممثلة المحترمة الممثلة الفاضلة بتقول، ده كلمة مومس، كلمة عربية. أستاذة يسرى أهلا بيك، منوراني، يا رب منوريني دايما أصدقائي. الممثلة الفاضلة بتقول ده كلام مكتوب في كتب الدين، انتوا اللي جهلة، شتمت الشعب كله، قالت انتوا اللي جهلة عشان ما بتقروش. احنا جهلة علشان ما احناش موافقين على كلمة مومس، وقالت دي كل لغة عربية، ما احنا عارفين انها لغة عربية، وقالت لو اضطريت ان انا اغيرها هعملها العاهرة الفاضلة. الله اكبر، سلام قولا من رب رحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده موضوع استاذ تامر بدر الدين، اهلا بيك. الشاعرة نوال، اهلا بحضرتك. الموضوع يا اصدقاء في منتهى الغرابة، ان الممثلة تتهمنا بالجهل. غادة عامر، منوراني. استاذ سيد صالح، اهلا وسهلا بحضرتك، منورني يا فن. الممثلة تتهم الشعب بالجهل عشان ما قراش مسرحية الحاجة سالو وهب، منوراني، اهلا بيكي. طيب خلينا نقول ان الممثلة المحترمة بتتهمنا كلنا بالجهل علشان ما قرناش مسرحية المومس الفاضلة. حسبي الله ونعم الوكيل، فعلا حسبي الله ونعم الوكيل. لما تقول هعملها العاهرة، لما يطلع مفكر واديب ويكتب في الموضوع ويدافع عنها ويقول اصل انتوا مش عارفين معنى كلمة مومس يعني ايه، مومس يعني عاهرة. يا سلام، الله ينور عليك، متشكرين يا سيدي ان انت نورت المحكمة، نورت، شكرا يا سيدي، الف شكر لحضرتك. وتطلع الممثلة الشمطائي اللي عندها 7000 سنة لسه دي بقى بتتكلم من الموضوع، وتقول انتوا عايزين ترجعونا للكهف، كهف ايه، كهف ايه، لما ربنا ياخدكم، كهف ياخدكم جميعا، يعني صمر عامر منوراني حبيبي، كهف ربنا ياخدكم، ربنا ياخدكم. اذا كان هو الكلام هيبقى بالاسلوب ده، وهتدافعوا عن نفسكم بهذه البجاحة، ده شيء في منتهى الغرابة، يعني مش شيء في منتهى الغرابة بجد يعني. وبعدين المصيبة اللي اكتر من كده، تلاقي واحد طالع كاتب لك بيقول لك ايه، احنا ما صدقنا خلصنا من الاخوان، ما صدقنا خلصنا من الاخوان، جايين ترجعونا تاني لورا وتعترضوا في مجلس النواب. هو اللي هيتكلم عن الاخلاق هيبقى اخوان؟ ده كلام؟ طب ده كلام يا جماعه، طب انا لازم منكم نعملها للكبار فقط بقى بجد، ونرد بجد ولا ايه؟ إذا كان اللي هيتكلم عن إخواني بقى إخوان، ده كلام، ده أنتوا بتتاجروا قضية خسرانة. دي بتمنى والله قاعدين
تصدير التصريحات. طبعا انا موافق تماما، انا موافق تماما على، شكرا لحضرتك، لاهلا بحضرتك استاذ ابتسام، اهلا وسهلا بيك، شكرا للاستاذ عبيد. طبعا احنا بنديهم اهتمام وعملنا لهم دعايه، بس غصب عننا هنتكلم، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ يعني وواحد يقول لك ما مصدقنا خلصنا من الاخوان جايين تعترضوا على كلمه الموس، هي كلمه الموس دي كلمه عاديه يعني، والفنانه تقول لك اما عيل مسالنا يعني ايه موس، هنقول له الست الوحشه، هتبقى الوحشه دي يعني الديرتي ولا النوتي؟ تبقى ديرتي ولا نوتي؟ ما تقول لنا بقى، هنقولها ازاي؟ نقول لهم وحشه دي ازاي؟ اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. ويقول لك اصلها اتعرضت في الستينات، الله لا انت كنت، احنا انا مواليد 59 يعني انا ما لحقتهاش. فانتوا عايزين تبوظوا اخلاقنا باثر رجعي اللي فاتته، عايزين تعملوا له اعاده لها يعني؟ اهلا بحضرتك استاذ سلوى، اهلا بيك منوراني. يعني عايزين اللي فاتته المسرحيه المومس الفاضله ايا كان المحتوى، يعني يقال ان المحتوى انا ما قلتهاش، يقال ان المحتوى حلو، لكن يعقل ان احنا عشان ما شفناهاش رجعين تدوها لنا؟ هي مقرر، هي كل 60 سنه لازم تتعرض مره ولا ايه؟ ولا ايه النظام يعني؟ ايه ايه الفكره يعني؟ واحد يطلع يقول لك اصل ده عمل عالمي ما ينفعش نغير اسمه، ان شاء الله عنه ما يتعرضش، لو هو ده الشرط ما يتعرضش. ايه الفن في كده يعني؟ عايزين تبوظوا اخلاقنا باثر راجع يا جماعه عشان ما شفناهاش في الستينات. طب بمناسبه الستينات بقى، الحدوته بتاعت زمن الفن الجميل، زمن الفن الجميل، كل ما تتكلم مع حد، احنا متفقين ان الحلقه للكبار فقط يا اخواني. ماشي؟ احنا كل ما تتكلم مع حد يقول لك زمن الفن الجميل، دي كذبه، دي خدعه، ده احنا بوظنا من زمن الفن الجميل يا جماعه. هو زمن الفن الجميل اللي هو بتاع الستينات والسبعينات والثمانينات، مش هو ده اللي كان ماشي في البلد ال 30 سنه اللي فاتوا؟ مش هم دول اللي كانوا في البلد؟ هو احنا جبنا ناس غيرهم؟ ما هم دول اللي كانوا في البلد. ايوه استاذ عبير، طبعا حزين ان الاستاذ الفنان الكبير محمد صبحي بنحترمه جدا وكلنا بنحترمه وبنحبه جدا، ان هو طلع يدافع عنها ويتهمنا برضه ان احنا ما قلناش المحتوى، شيء عجيب جدا، وده يمكن هيوقفني في حته يمكن ما احنا مع بعض كده هنتعرض لها. زمن الفن الجميل، تعالوا نشوف بقى زمن الفن الجميل بتاع الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات ولحد دلوقتي، شوف كانت الدنيا ماشيه ازاي، وايه اللي اثر فينا، وايه اللي اثر في وجداننا، وايه اللي اثر في اخلاقنا. واحده زوجة تطلع في الفيلم زوجه مقهوره متجوزه من راجل كبير في السن، وخاينه مع شاب، مع شكري سرحان ولا احمد رمزي ولا عمر الشريف، وكلنا نتعاطف معاها علشان ايه؟ تعيش مع حبيبها وتسيب جوزها اللي بيضربها والحصان ده ايه الكلام الفاضي ده؟ هو ده اثر على وجداننا، واثر على تفكيرنا، واثر على اخلاقنا. ودعاء الكروان، كلنا ما احناش فاكرين من دعاء الكروان الا منظر الخال القاسي اللي جه قتل اخت فاتن حمامه وانهى نادي يمار، مش كده؟ بقى كان الدفاع عن الشرف، احنا بنعمق ان فكره الدفاع عن الشرف جريمه، بس هو ده الرساله اللي احنا عايزين نوصلها. نوصل بقى للدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع، ده احنا قفلنا على كل حاجه وفتحنا على البحري. احنا قفلنا على كل المواضيع وفتحنا على البحري. وابي فوق الشجره والميت بوسه. ادي فن الزمن الجميل. مش كده؟ الحلقه دي للكبار فقط. انا اسف لو كنت بخرج على النص يعني. ابي فوق الشجره والميت بوسه، وبمناسبه البوس قعدنا 30 سنه جيل ورا جيل يقول هي بوسه محمود ياسين احسن ولا بوسه حسين فهمي احسن؟ اه والله يا جماعه انا شاهد عيان على هذا الوضع، لحد ما طلع الزعيم، زعيم البوس، وخدهم كلهم لبلبه بقى، ميرفت امين، سعاد حسني، يسرى ويسرى 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 ويسرى، زعيم البوس، افلام جميله بتوثق لحاضر، كل ده على عيني وعلى راسي. بس هو ده زمن الفن الجميل يا اصدقاء، اللي عمل في وجداننا وكرس في وجداننا حاجات غلط كتير،
بدعوى الفن الراقي والفن الجميل. وربنا رزقنا ببعض الشيخ أمير المصري، أهلا وسهلا بحضرتك، نسأل الله السلامة، شيخ فاضل وراقي وجميل ورائع. وربنا رزقنا ببعض المشايخ اللي كل ما يجي يتكلم يزعم بالحضارة والرقي، يقول لك هو أصل الفن مش حرام ما دام ما بيثيرش الغرائز. ما بيثيرش الغرائز إزاي؟ ما تعالوا نتفرج ونحكي مع بعض بصراحة. خلينا احنا متفقين مع بعض ان كلامنا دايما من القلب للقلب، خلينا نقول الكلام ده بصراحة. لا، كل الأعمال دي بوظت الدنيا كلها، بوظت الدنيا كلها. ولا الفن الجميل بتاع عسي السيد وأمينة عشان نرفض الزوجة التي تخضع وتقنع ونكره النموذج ده من الستات، والسيد بقى الرجل السوانجي الخمرجي اللي 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 هو ده النموذج بتاع الراجل المصري في المرحلة دي. الله أكبر، حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا مدام ديار، شكرا لحضرتك. طيب يعني طلعنا الثلاثية بقى وسي السيد عشان ندمر حاجات كتير بقى ونلعب في حاجات كتير قوي قوي. ولا زمن الجميل بتاع القاهرة 30 وسارة فوق النيل والترويج للخيانة والمخدرات والقوادة والدعارة، هو ده زمن الفن الجميل ولا ايه؟ ليه نعيش في أجزومة الفن الجميل؟ اي جمال اخراج حلو، تصوير كلام جميل قوي، لكن القيمه الاخلاق اللي بتترسخ جوانا ولا زمن الجميل اللي تلتفت كل مشاعرنا؟ يبقى الفن الجميل بتاع ده لو كان افرادنا اللي كانوا في السوق في المجتمع ال 30 سنه اللي فاتوا، امال في ال 30 سنه اللي جايين اللي هو بقى زمن السقة ورمضان وشاكوش والكلام العبيط اللي احنا بنشوفه ده، هيفرز لنا ايه في 30 سنة اللي جايين؟ ومش عايزتنا نلطم لما نلاقي اعلان عن المومس الفاضلة نروح للاغاني. نروح للاغاني، يلا يلا بينا. تتحداني الشوق بالقبلات تلزعني بصوت من لهيب. الله، احنا عايشين في حالة لحد ما وصلنا ضميني وانس الدنيا وضميني وانس الناس. ده الفن الراقي، ده الفن الجميل. ده على فكرة انا من الجيل ده اللي الكلام ده اثر فينا وشوهتنا من جوانا كلنا. على فكرة كلنا الافلام والاغاني والهيصة بعيد وحدينا، بعيد وحدينا دي عشان ايه يعني؟ هنذاكر مش عارف. ما هو ده الفن الجميل. بعيد وحدينا، مش عارفه نصحى في ايامنا ونبت على ليالي ده اذكار الصباح والمساء بقى يعني. وجايين تتعاقدوا النهارده الناس على التحرش؟ ده احنا درسنا لهم التحرش بكل اساليبه، ده احنا بنغرس كده تحرش بكل اساليبه، سواء في الرجال او في الستات. على فكره الستات بتتحرش برضو. انا متفق معاكم ان الحلقات دي للكبار فقط، دول بيتحرشوا دول بيتحرشوا، بقت محرشه مش كده ولا يا جماعه؟ ولا انا غلطان؟ انا اتصور ان انا مش غلطان. اللي خلينا نتعامل مع بعض بامانه. يمكن فيكم كتير يتهمني بالرجعيه او ان انا مقفول او بتاع، بس انا على فكره انا بقول الكلام ده ورزقي على الله، لان انا خلاص في الامطار الاخيره، فعايز اقول كلمه حق قبل ما نخلع. واللي فيكم لسه قدامه المشوار طويل، يخليه امين مع نفسه، خليه امين مع نفسه. الفن زمن الجميل هو اللي ضيعنا ووصلنا للنيله والهم اللي احنا فيه النهارده. اللي جايين يتهمونا بالجهل عشان بنقول كلمه المومس كلمه عيب، ده كلمه عيب قوي. شكرا استاذ عبير، شكرا ليك. لازم نفوق يا جماعه، ولازم اللي اتعمل فينا من الستينات والسبعينات والثمانينات ما يفضلش يتعمل فينا، ما يفضلش يتعمل فينا. احنا ليه بيتعمل لنا البترون وبنمشي عليه؟ ليه ما نبقاش احنا اصحاب البترون؟ ليه ما نبقاش احنا اصحاب الرياده؟ عايزين النموذج بتاعنا الصح، عايزين الشيخ اللي يطلع يقول لنا الحلال حلال والحرام حرام، يبعد عن الحضاره ويبعد عن المكياج، عايزين المدرس يتكلم صح. عندنا احنا لنا حلقه عن سنه رابعه
هنتكلم فيها كتير لان النهارده مش هينفع نتكلم عن سنه رابعه لان الموضوع طويل وشائك جدا يعني. هيئه الاعلام اللي عقبت الراجل اللي قال معلول حط الزغلول، فين من الموضوع بتاع الهومس الفاضل؟ فين وزاره الثقافه؟ فين وزاره الثقافه؟ تعالوا نعمل مبادره يا جماعه ونشترك فيها كلنا ان احنا نرفض كل حاجه غلط. نعمل مبادره وتبقى مبادره بجد ونروح ونسجلها بجد، يبقى فيها المدرس ويبقى فيها الشيخ ويبقى فيها القسيس ويبقى فيها كل الناس، واخد بالك، ونبقى فيها كلنا ونعمل مبادره بجد، واخد بالك، نرفض فيها كل حاجه غلط ويبقى صوتنا مسموع. ليه لا؟ ليه لا؟ عايزين نحافظ على نفسنا وعايزين نقابل وجه كريم واحنا برضه بنقول كلام صح. الفطره السليمه جاءت بين الطفيل. شكرا لك شيخ امير، دورنا ودور مهم جدا لحضرتك يا شيخ امير والله. لازم نفوق يا جماعه، احنا وصلنا لمرحله رهيبه جدا من الاحتياط الاخلاقي. البنت بقى تصور التحرش عشان تنزله على الفيسبوك. اما حد بيتحرش بيها بتصور بتسيبها من الموضوع مش بالنسبه لها لا يشغلها تماما. لكن تقعد تصور اللي بيتحرش بيها عشان تفضحه. يا ولد يا ولد، وكلنا نشير. وابوها بقى يطلع فرحان قوي ان بنته صورت الراجل وهو بيتحرش. يا سلام، كلنا غلط يا اصدقائي، كلنا غلط، كلنا بنتكلم صح وبنعمل الغلط الا من رحم ربنا. احنا مر علينا احتلال كتير، مر علينا احتلال كتير ما اثرش في ثقافتنا، ولكن احنا اللي شوهنا الاجنة بثقافتنا احنا. والله يا اصدقاء، والله يا اصدقاء، احنا مفيش احتلال قدر علينا، مفيش احتلال قدر يلعب في ثقافتنا بالمرة، احنا بايدينا اللي شوهنا الاجنة عشان نطلع بالصورة دي. نطلع اللي يقول كلمة موبس غلط عيب يبقى جاهل عشان ما قراش المحتوى. شكرا لحضراتكم جميعا. هو المفروض ان انا النهارده هتكلم في موضوعين كمان بس الوقت مش هيسعفني. انا عايز اتكلم في وقت الفتنه اللي هي بتاع القس المعزول اللي تطول على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين نقود الفتنه كلنا يا حبيبي يا رسول الله، لكن كلنا شعب واحد ولحمه واحده، نقود الفتنه لان ده مقصود ولازم احنا نملك هذا الوعي. وعايز اتكلم في موضوع سنه رابعه ابتدائي لكن الوقت مش هيسعفني النهارده. لكن خليني انشر ايجابيات عشان احنا بنفرح لما بنيجي ننشر ايجابيات. النهارده عمر محمد فؤاد حفيدي الكبير اول حفيد ليا وقع في المدرسه بتاعته وايده اتكسرت، لكن اسلوب المدرسه بصراحه، خلينا نقول له الحمد لله السلامه يا عمر الاول، اسلوب المدرسه بصراحه وقفني ان هم بسرعه طلعوا باص باثنين ابلوات استاذات من عنده معلمات اللي هم مس دعاء ومس ياسمين، وفورا راحوا بيها المستشفى قبل ما يكلموا مامته وباباه. على ما باباه ومامته راحوا لقوا كل حاجه اتعملت للولد، اشاعه وتبتاع وخلاص الامر انتهى. ده موقف جميل جدا. خلينا نشكر مدام هبه الصاوي وكيله المدرسه، مدرسه يونايتد للغات باسكندريه. ده مش اعلان المدرسه لكن انا بحب دايما اللي يعمل حاجه حلوه نديله حقه. فهي مدرسه يونايتد للغات، مدام هبه الصاوي وكيله المدرسه راحت المستشفى عشان تطمن على عمر وبنقول لهم شكرا. موقف ظريف قوي ان هم كانوا اتصلوا باهل عمر اخر، يعني البنت اتلخبطت فاتصلت باهل عمر اخر، فراح ابو عمر الاخر ده لقى مش ابنه فوقف مع ابوه بقى وامه لحد النهايه لحد ما اطمن على عمر. شفتوا احنا حلوين ازاي؟ ده احنا حلوين قوي والله يا جماعه، والله ده احنا حلوين قوي والله يا جماعه. على فكره اللي انا هوريه لحضراتكم ده غلاف لكتاب بتاع سنه رابعه ابتدائي اسمه القيم واحترام الاخر. شكرا لوزير التربيه والتعليم ان هو استجاب وبقى عندنا ماده للقيم واحترام الاخر. شكرا بجد لان الموضوع ده. استاذ طارق عبد الرحمن اهلا بيك منورني. شكرا بجد لان احنا محتاجين ندرس القيم واحترام الاخر، محتاجين لده. يا ريت
يا ريت كل السنين تدرس القيم واحترام الاخر، يبقى عندي ملزمه بتتكلم على القيم واحترام الاخر في كل السنوات، ويا ريت في المصالح والشركات والقطاع الخاص والقطاع العام والتلفزيون والسوشيال ميديا، والسوشيال ميديا وكل ده يتكلم عن القيم واحترام الاخر. سامحوني لو كنت طولت عليكم، لكن الموضوع كبير ودايما الحديث معاكم بيبقى مليان شجون وشؤون، شجون لانه من القلب للقلب، وشؤون لان التفاصيل كتيره. عايزين نخلي بالنا من نفسنا ونخلي بالنا من سله القيم بتاعتنا، نمسك فيها قوي يا جماعه، نمسك فيها قوي يا جماعه، نمسك سله القيم بتاعتنا قوي. لو كان في العمر بقيه هنتقابل الاربع الجاي الساعه 10 مع محمد عامر. هقول لكم ايه؟ هقول لكم سامحوني لو كنت طولت عليكم. تصبحوا على خير.